مثل ما شفت اليوم تدشين اسطول من السيارات الهجينه. طبعا هاي جت مبادره من شركه كارز بمشاركه مع شركه الفطيم. تكنولوجيا السيارات الهجينه من التكنولوجيا الجديده الموجوده في اسواق الامارات دلوقتي. النهارده بنحتفل بتسليم سيارات لشركه كارز تاكسي، وتعتبر اول سيارات كامري هجينه هتمشي في شوارع ابو ظبي او في مدينه ابو ظبي. السياره بتعتمد على مصدرين للطاقه، مصدر من بطاريه الكهرباء ومصدر البنزين العادي. السياره اول ما بتبدا من سرعه زيرو بتبدا بتمشي على الكهرباء وبتحول اوتوماتيك على انها تاخذ مصدر من البنزين او من البترول. طبعا مبادرتنا اليوم هذه امتداد لمبادرات ابو ظبي المستمره. اليوم ابو ظبي عاصمه البيئه، يعني استضافه مقر ايرينا في ابو ظبي كان انطلاقه لكل الجهات الحكوميه ان اليوم توجه ابو ظبي توجه بيئي. فمن منطلق هذا كان في توجه كبير من مركز تنظيم النقل بالمحافظه على البيئه، كنا اليوم احنا اليوم ننظم قطاع كبير من مركبات الاجره، فكان له نصيب قطاع مركبات الاجره هذا المحافظه على البيئه وتقليل معدل الانبعاثات الكربونيه. سمعنا شو قالوا لنا وجهونا، نحن صرنا نتبع ان ننزل سيارات الهايبرد. سيارات الهايبرد سيارات صديقه للبيئه 100%، خاصة في المدن، 100%. السيارة الهايبرت سيارات الجيدة جدا من ناحية صديقة للبيئة، توفير وقود، توفير صيانة، توفير كل شيء، حتى لدرجة أن قطع الغيار اللي نحن ناخذها ونكبها سيارة فيها أقل، يعني تخفف حتى نوع من المخلفات. نحن نتجه أن 1021 سيارة اللي موجودين نحن في أبو ظبي نكملها كلها، ونكمل 6000 اللي موجودة في الإمارات الآخرة.